جولة من غير مفاجآت في النتائج انتهت بمشاركة بيراميدز والأهلي والزمالك صدارة الترتيب، وديربي القناة بيتلعب في برج العرب. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. اختيار أفضل 11 في الجولة دي كان صعب مع ظهور أسماء كتيرة بشكل كويس. في حراسة المرمى بيستمر محمد الشناوي ضمن التشكيل الأفضل بعد ما حافظ على تقدم الأهلي بتصدي رائع لفرصة كانت هتدي الإنتاج التعادل في وقت صعب جدا. في خط الدفاع معانا 3 أسماء، علي معلول اللي بدأ توزيع هداياه وصنع الجول الثالث لأجاييه بعد أكتر من فرصة صنعها. محمود رزق مدافع الاتحاد اللي سجل هدف الفوز الأول للاتحاد في الدوري على الجونة. عمر جابر متواجد ضمن تشكيل الأفضل للجولة الثانية على التوالي لكن المرة دي كباك يمين. في غياب رجب بكار لعب وعمل جبهة قوية دفاعيا وهجوميا وبدأ بنفسه هجمة الجول الثاني ضد طنطا. في خط الوسط 5 لاعبين. رمضان صبحي بيفتتح التسجيل للأهلي للماتش الثاني على التوالي بتوغل كويس جدا في عمق دفاعات الإنتاج وفينش هاي مع زميله حسين الشحات اللي لقى نفسه في خطة ريني فايلر علشان بتديله الفرصة ان هو يضم للعمق كتير فبيقدر ان هو يسجل ويصنع. مفتاح طقطق النجم الليبي كان أهم لاعب في المصري في ديربي القناة وكان صاحب الخطورة الأكبر على دفاع الإسماعيلي وبفضل سرعته حصل على ضربة الجزاء الثانية من ضمن الثلاثة اللي خدهم المصري. عبدالله السعيد بيستمر في التواجد ضمن تشكيل الأفضل وبيسجل وبيصنع في فوز بيراميدز على طنطا، ويا بخت اللي عنده عبدالله في فانتزي الدوري المصري. الاسم الخامس والوحيد اللي يستحق يكون من الزمالك ضمن التشكيل الأفضل أحمد سيد زيزو اللي بيقدم أداء أفضل في عمق الملعب، وبعد ما صنع هدف الفوز على الاتحاد هو بنفسه بيسجل هدف الإنقاذ في المقصة بعد مجهود فردي وانطلاقة رائعة من نص الملعب. في الهجوم رفيق كابو النجم التونسي في صفوف وادي دجلة اللي سجل أول أهدافه في الدوري المصري وصنع الثاني علشان يتقدم وادي دجلة على حرس الحدود 2-0 وده كان قبل مشاركة أحمد شرويدة. الاسم الثاني هو أحمد شرويدة نفسه اللي بعد مشاركته كبديل سجل جول وحصل على ضربة جزاء سجل منها حرس الحدود التعادل علشان يكمل عودة رائعة ضد وادي دجلة. أفضل فريق في الجولة هو الأهلي بأداء متصاعد بيواصل الأهلي الانتصارات مع ريني فايلر وفاز على الإنتاج الحربي 4-0 وهو نفس الفريق اللي عانى ضده الأهلي الموسم اللي فات اتعادل معاه في الدور الأول وفاز بصعوبة في الدور الثاني 1-0 وبشكل عام دي الخسارة الرابعة للمدرب المخضرم مختار بنتيجة 4-0 في تاريخ مواجهاته ضد الأهلي. أفضل لاعب في الجولة رمضان صبحي. قال متوقع أهم أسلحة ريني فايلر الهجومية مع الأهلي هتكون الجناحين، بس الشيء العظيم استجابة رمضان صبحي الفكر مدربه بالسرعة دي، دايما قادر ان هو يضم للعمق وطور الفينش بتاعه علشان يسجل تاني أهدافه في الدوري. هيكون شيء مميز جدا لو استمر رمضان صبحي بنفس الأداء ده مع ريني فايلر، خصوصا انه بعد جولتين بس من الدوري عادل عدد أهدافه اللي سجلها الموسم اللي فات كله. أفضل هدف في الجولة هدف محمد الشامي للإسماعيلي في المصري. انطلاقة من محمد الشامي من بعد نص الملعب قدر بعدها انه يفتح لنفسه زاوية للتسديد، شاط صاروخ سجل منه الإسماعيلي الهدف الوحيد في مباراته ضد المصري. أفضل مدرب في الجولة ريني فايلر مدرب الأهلي اللي حقق انتصاره الخامس بعد الفوز على الإنتاج بأداء ممتع 4-0. التطور الكبير في مستوى رمضان صبحي وحسين الشحات يحسب لفايلر اللي بيعتمد على اللامركزية في هجوم الأهلي وده بيزود فرصهم في التسجيل. تطوير الأهلي هجوميا وتسجيل ثلاثي الهجوم بتزيد قيمته لما نعرف إن هداف الأهلي الموسم اللي فات كان الباك شمال علي معلول. مفاجأة الجولة مفاجأة سلبية معتادة لأسباب غير معلومة. ماتشات الدوري المصري بتتنقل بتصوير أقل جودة من تصوير الماتشات في التسعينات علشان تكمل الصورة السلبية للملاعب في غياب الجماهير. لو أنت كنت من سيئ الحظ اللي اتفرجوا على ماتشات الدوري المصري في وقت ماتشات الشامبيونز ليج فأنت أكيد محتاج زيارة لدكتور عيون.